خمس مراحل يمر بها هذا الطين المستخرج من مناطق مختلفة في الأردن مثل منطقة معين وطريق العارضة بمواصفات عالمية وتناسب الصناعات الحرفية واليدوية مثل الخزف والصلصال. الكوادر التدريبية في معهد الصلد للتدريب المهني يتابعون مراحل تكوين الطين والصلصال واستخراج الشوائب منه إلى أن يصل إلى مرحلة التزيين والرسم والتلوين. استفدت من خبرات وكفاءة المعلمين هنا في تعليم طرق تصنيع الخزف من بداية القطينة لحد ما إنه يوصل لدرجة القطعة الفنية النهائية، وأيضا كمان طرق الزخرفة والرسم والتلوين للقطع الخزفية. الهدف إنه الاستفادة من هاي الحرف اليدوية اللي تعلمتها هون والاستمرار إن شاء الله في نقلها كحرفة تقليدية، يعني أخذناها من أشخاص مبدعين وملمين في هذا الموضوع. إدارة معهد الصلد للتدريب المهني كسائر معاهد التدريب المهني المنتشرة في محافظات المملكة تسعى إلى توفير الأدوات اللازمة للتدريب رغم محدودية الموازنة واتساع الإمكانيات، حيث تتركز الجهود على تسويق المنتجات المتنوعة من خزف ومنسوجات وتحف وزينة منزلية تراثية. هلا باعتبار مدينة الصلد المدينة المدن الأثرية والمدن التقليدية بيحافظ على تراثه في بعض المهن التقليدية عندنا مثل صناعة الخزف، صناعة النسيج والطباعة الحريرية، بالإضافة إلى تخصصات نوعية حديثة تواكب التطور التكنولوجي والعلمي اللي بتطلبه سوق العمل، مثلا زي الصناعات الدوائية والصناعات بالفندقة والصناعات مثلا بصيانة الأجهزة الخلوية والتكييف والتبريد. فعنا متنوع من صناعات حرفية تقليدية إلى صناعات نوعية حديثة ومتطورة. معاهد التدريب المهني التابعة لمؤسسة التدريب المهني ووزارة العمل تملك أذرع مهنية متنوعة ترفد سوق العمل بالأيدي العاملة من صناعيين وحرفيين بتنوع خلفياتهم وبنسب تشغيل مرتفعة. في هذا المعرض تتبلور المنتجات بصورتها النهائية بعدما مرت بمراحل عديدة، بدءا من استخراج الطين محليا وتكوينه بأياد محلية أيضا ليطرق باب السوق المحلي والعالمي لتعود إيرادات هذه المنتجات لمؤسستها الأم. شهد الطراونة، المملكة، محافظة الصلد.